أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشيخ: هل يسلم من النفاق من يذكر الله كثيرا وله نصيب وافر من أعمال السر؟ نعم، يرجى له ذلك، لأن علامة المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، كما في القرآن: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتكبير غير ذلك من أنواع الذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.